السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، dear respected brothers and sisters in Islam، ابتداء أسأل الإخوة جميعا أن يتقدموا. Please step forward. Do not leave any gap in front of you. جزاكم الله خيرا. More. If you can move more. Please take this space. That is the first line. That's better than any other line. Come forward, please. ونرجع والمفترض أن هذه أن تكون هذه حالتنا دائما للدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. And we go back after Eid. Alhamdulillah, the Eid passed very peacefully, and we supposed to defend the Messenger of Allah day and night. It's supposed to be the system of our life if we were believers. فلو كنا من المؤمنين فينبغي أن تكون حياتنا كاملة للدفاع عن الحبيب والاستنان بسنته واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. وأقول ابتداء أن كثير من الأسر المسلمة وللأسف الشديد التي تأمركت والتي اتخذت هدي الأمريكان سنة لحياتهم قد احتفلوا وفرحوا بعيد الهالوين، وكانوا دائما على هذا النحو. وهذا العيد هو عيد شركي، عيد شركي كان لأقوام قبل رسول الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكان اسمه عيد السمهين، وكانوا يحتفلون به وكانوا يعظمون فيه الخرافات والأرواح الشريرة ويعيشون في جو من الرعب. Some of the Muslim families, they become more American than being Muslims. And with all proud, they celebrated the Halloween event. While that event is an event of the pagans of people who were before Jesus, son of Mary, messenger of Allah, peace be upon him. And he used to live in a mood of scary things. They love it. They glorify the dead people on that day. And with some little modification, the European people, they convey that to the American people, starting from Norway and from Holland, and they convey it to American people. And Muslim people, they adopted that, some of them, except for those who received the mercy from Allah. فبعض الناس قد تبنوا هذا المنهج، فأنا أعرف أصحاب لي كانوا يعدون العدة قبلها بأسابيع ليجهزوا الملابس المخيفة لأولادهم الصغار، ويضربون بعرض الحائط ما أقول لهم وأنصحهم به. وأنا إن كنت أقول ذلك أعذر نفسي بين يدي ربي، فهم كانوا على ما هم عليه بدعوى إسعاد الأطفال
وعدم نفذ الأطفال بين بقية الأطفال في المدارس. لذلك وجب علينا أن نخرجهم من هذه المدارس وأن ندخلهم إلى المدارس الإسلامية التي تحافظ على هويتهم وتسقط كل حجة لهؤلاء الآباء بدعوى لا نريد أن يكون أولادنا أولاد شاذين أو شاذون بين الآخرين. They adopted that manner. And I know friends who used to prepare their young children with clothes, scary faces or whatever, with strong excuse from their perspective, not from Islamic perspective, that they don't want their children to feel separated on such a day in the school. That's why we have to get our kids out of these schools. No matter how it costs you, even if you start to fast, to provide for them the feeling of their Islamic school. If you really wanted to defend the Messenger of Allah, if you think that is not a good excuse, that means you need to refresh your iman. You need to refresh your faith. فإن كنت أخي المسلم ضيق الرزق ابتلاء من الله فإن عليك أن تخرج هذه الصبية أو هؤلاء الصبية من تلك المدارس وتدخلهم إلى أي مدرسة إسلامية ولو انتقلت من هذه المدينة إلى مدينة أخرى ولو بدأت في الصوم أنت وزوجك أنت وزوجك لتوفر المال للمدرسة الإسلامية التي تحافظ على هوية ولدك على هوية ولدك وإلا سيضيع وأنت أول من سيدفع الثمن. Or your children will be in loss and you the person who will pay the first one on the day of judgment. You will pay in dunya too. Number two of my khutbah today, I'm sorry because sometimes some things inserting the itself in the khutbah, which I don't want to take, put it in the khutbah, but something is against our nose. We cannot ignore the crisis of the wind which God sent on America, the East Coast. We cannot ignore that. And we have various opinions about color. لا يمكننا بحال وأنا أعتذر لأني أدخل بعض المواد في الخطبة ولكن لا يمكن إهمالها بحال وهي لا زالت في معرض الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنك لا يمكن أن تتغافل عما حدث بسبب هذا الإعصار الذي يسمونه بأي اسم شاء وله اسم آخر عند مولاي عند الذي أرسل تلك الرياح وأرسل هذا الإعصار فإن ربك أرسله عقوبة ولا تعجب فتقول عقوبة لأمريكا لأنها ساعدت كما قال بعض العلماء ساعدت في إنتاج الفيلم الموسيقي للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجب فإن هذا الإعصار أرسل لنا نحن المسلمين أولا أرسل لنا لأننا نسينا ربنا ربنا ونسينا نبينا وأهلنا نبينا بنسياننا لأوامره وضياع أولادنا ونحن نعلم ونسكت ونحن نعلم وسعداء بدعوى القانون الأمريكي لا أستطيع أن أجبر ولدي على شيء بل نستطيع وبالحكمة والموعظة الحسنة وبأحسن الأمثال تضربها لولدك لذلك أرسل هذا الإعصار لنا
الأول، أن أكثر المسلمين يتمركزون في الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة إلى جانب المشركين والأمريكيين، سواء كانوا نصارى أو يهود أو بلا دين، لكنه أرسل لي ولك لعصياني وعصيانك واستهتاري برب العالمين واستهتارك برب العالمين، فأرسل الإعصار. ثم رقدنا إلى ربنا، ومنا من دعا ليل نهار، اللهم اصرف أذاه عنا، اللهم احفظ أولادنا وأعراضنا، فصرفه رحمة. ليس معناه أنك من المقربين عند الله، ليس معناه أنك من المقربين. حين قلت يا رب اصرف عنا فصرف، يا رب احفظ ولدي فحفظه، ليس معناه أنك من المقربين، بل قد تكون من المخدوعين. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الله send the wind and the hurricane just for me and for you. For our carelessness towards Allah and the Messenger. I'm sure some people now, and I hope none of them among you, they said, hey, what else? Let's finish. Because they are not convinced with that. They are not convinced that this wind and that storm been sent for the Muslims especially. And kuffar after war. Because you, if you say the movie, the bad movie about Rasulullah, you did plenty movies in your life bad about Rasulullah. By giving your son the worst example. Your young son sees you lying, sees you ignoring commands of Allah. You never order him to pray, or even if you pray, you are careless to make sure that he did. And if you pray at home, because you're sick, I don't want to say something bad, because you're sick, and you don't want to come to the masjid because you are tired, sick, I don't want to say something bad. For those who support to pray at home, only women. So you have excuse. You don't care where is your son. You really don't. Maybe you don't know that he went into the masjid. Maybe you don't know that he's in the backyard with ladies or with someone who is there to teach him things worse than what he adopted from you or inherited from your life. And I'm not far from my subject. I'm speaking to the fathers, the husbands, the house heads, the family heads, who sees his rights, who is looking for his rights from his weak wife. So he keeps asking for his rights. But he forgot that he intentionally dropped his duty. That's why Allah sent the storm to us. And all for those ladies who insist to disobey the husband with many excuses, human rights, American law. They adopted the American law. They are ready to die a certain, to push certain buttons on the phone, to threaten the husband, to promise him misfortune in the near future. If you keep saying to me, Islam, 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 Sunnah, Sunnah, Sunnah. وَلِهَؤُلَاءِ النِّسَاءِ أَرْسَلَ اللَّهُ الْإِعْصَارِ تَحْذِيرًا
تحذيرا من عصيان الأزواج، خاصة إن كان الزوج صالح، يأمرك بالمعروف وبالحجاب، ويأمرك أن تصلي، ويأمرك ألا تضيعي وقتك على الإنترنت أو على الآيباد أو تصنعي بناء أو تفعلي ذلك. تحتمين بالقانون الأمريكي وتهددين وتلوحين بالوعيد إن لم تكف عن أمري بالصلاة والحجاب ونحو ذلك، ومعك حق، لأن لو زوجك أحسن اختيارك ما كان أن يكون منك ذلك، ولكنه أساء إلى ربه فاختار مرأة غير صالحة أن تكون زوجته، فلعبت به ولعبت بأهله ولعبت بولده ولعبت بكل القيم، ثم ضيعت مستقبلك أو تهدد بضياعه. لذلك أرسل الله الإعصار لكل ولد عاق لا يتردد في الإساءة إلى أمه ولا أبيه، ولد عاق لا يرجع إلى الله، فأرسل الإعصار لعله مر قريبا منك ولكنه لم يضربك أنت. أترى الذين ماتوا 140 شخص أو يزيد؟ هذا ما أحصي حتى الآن. ألم تر إلى الدمار؟ ألم تر إلى الهلاك؟ ألم تر إلى ثعابين البحر وثعابين البر تجري في الطرقات؟ ألم تر إلى الأسماك المتوحشة تسبح بين البيوت؟ ألا تعقلون؟ ألا تفهمون أن الله قادر أن يجعل هذا البحر فوقك حتى ويغرقك فيه وإن لم تركب السفينة؟ ألا تعقل؟ ألا تفهم؟ Don't you see? Didn't you see? The snakes, they are everywhere now. In these places which the flood covered, haven't you seen the sharks in Bergen, Atlantic City, New Jersey, the place which I was in? I give them many warnings. I give those Muslims, all of them, their names are Muhammad. All of their names is Muhammad. But they work in casino. They work on the beach. They deal with the naked women. They sell everything to the naked women because too much money over there. Too much money in the casino. Regardless, gambling or liquor or music or fornication or anything you imagine is there. I give them warning. 8 continuous years. And they listen not. Except if you who really run away. Maybe they are suffering because they cannot find a good job. But at least whatever they have is halal. الإعصار كان لك ولي ولولدك ولولدي ولزوجك ولزوجي ومن مات من الكفار حتى إياك والشماسة فيه إياك. فقد كان أقرب إليك من شراك نعلك فرده الله، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فلما استغفروا وعجوا إلى الله وضجوا إليه ورجعوا إليه وقالوا يا رب يا رب فرحمهم، ثم هم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ولكن إياك لحظة لن تجد منها مخرجا، يوم نبطش البطشة الكبرى
إنا منتقمون. أيها العبد الصالح، أيها الرجل الذي يعي ويسمع، أيتها المرأة الصالحة، إن كنت تعين وتسمعين اتقوا الله، اتقوا البطشة الكبرى. 140 أو يزيد ماتوا ودمرت آلاف المساكن وغرقت آلاف المحلات وضاعت آلاف السيارات، فهل تظن أنك ببعيد عن أن تصلك يد الملك، الملك الذي أعطيته وأصررت على عصيانه ببيعك الحرام في دكانك، الذي عصيتيه وأصررت على عدم وضع الحجاب وعلى سماع المزامير وعلى اللهو الباطل، ألا فلتتقوا الله ولترجعوا إلى الله وإياك والشماتة. Do not feel happy because some kuffar houses was destroyed. Plenty of Muslim houses been destroyed too. So why are you so happy towards those kuffar who doesn't believe in Muhammad صلى الله عليه وسلم and the tornado or the after of the hurricane they hit, it hit their houses and destroyed their works. What are you so happy about? What makes you so happy? Isn't that the same what's happening to the believers? Or who claims that he is a believer? The same. So don't be so happy. Don't keep praying against the kuffar to be destroyed. Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم when he went to Ta'if and he expected to get strength from them, but he got stoned and they stoned him صلى الله عليه وسلم till they bleed his heels صلى الله عليه وسلم. Angel Jibreel came to him asking him, do you want me to destroy them? I'm at your service. Just move your index. فجاءه جبرائيل وقال له إن معي ملك الجبال فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. كان يستطيع أن يفرح صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع أن يقول نعم إليهم أو يشير إليه اذهب إليهم، ولكن قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. فهؤلاء الكفار أنا أراه وأنت تراه، ولكن تجد رجل يقول اللهم احصن ختامهم جميعا وأنت تقول اللهم عليك بهم فأرسل عليك وعليهم الأصابع. ألست بينهم؟ ألست تعيش بين ظهرانين؟ ألست بشرعهم راض؟ ألست تحتفل باحتفالاتهم؟ ألست ممن ينكرون النبي سلوكا وسنة مع أنك من المسلمين؟ فلا تفرح. الرجاء الوحيد فيما حدث لبعض الموحدين في هذه المصيبة، مصيبة الإعصار، أن الله قال في سورة النساء لا تهتموا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون، لأنهم موحدون، وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، عليم بمن وحده
ومن حفظه وحكيم إذ أرسل عليك وأنت تدعي أنك من الموحدين. عباد الله، ارجعوا إلى الله، لا تشمتوا بأحد فتدور دائرة عليكم. أما سمعتم أن بعض غير المسلمين فرحوا بهلاك بيوت المسلمين في البلاد التي ضربت بالإعصار؟ قالوا ما نفعتهم لا إله إلا الله. وأقول لهم بل نفعتهم، فإنهم استكبروا ورفعوا أيديهم إلى ربهم، ووالله إني لأرجو أن يقبل منهم وأن لا يضيع رجاءهم على ما فيهم من ذنوب، لأنهم يرجون من الله ماذا يرجون؟ قلت ما سمعتم، والله على ما أقول شهيد، واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Dear respected brothers and sisters in Islam, don't show happiness against the crisis that happened to non-Muslims, because it happened to the Muslims. Likewise, some of the Muslims were really muwahhid, but it happened to him. They are not all equal. The muwahhid felt too much pain and was too suffering. And the Muslim who was not a muwahhid, who was not implementing Islam and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in his life, he suffered too. The non-Muslims and kuffar, they also suffered. Please open the door for those guys to enter. Open the door for them to enter. Find a space for yourself. And then next time when you come, don't stand behind the door talking to one another. That's another example of how we are careless about even the rules of Jum'ah Salah. They stand outside, keep talking, as if there is no khutbah running. So don't show happiness. Yes, everybody was suffering. The person who implemented Islam in his life, doing his best, and those who worked in a casino in Atlantic City, New Jersey, which Allah destroyed majority of the roads, the boardwalk, and all the houses were underwater. And what happened? That happened to them. But that is the result of disobedience to Allah and His Messenger. Majority of those Muslims, they work in casino or in halal business, which look halal, but they bathe their places with the naked woman on the beach. And they come to buy from them naked or semi-naked. If you tell them, move somewhere else, no, 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 that is business. Naked woman, no, I try to not to look at them. And the kuffar, they suffer likewise. Or the non-Muslim, or Christians, or Jews, they suffered. Everybody felt too much pressure. But only one group will be rewarded. Those who implemented Islam in their life. You as a husband, you as a wife, you as a son, or even a neighbor,
the Muslim implements Islam in your life. And ask Allah forgiveness for the promise to be better. If you cannot go back to your country, for many reasons, it is not my subject, and it is not my concern, you know. If you cannot go, then you have to stay here. What stops you from showing Allah's sincerity? Even if that storm will come back again, and it destroys you especially, you will be destroyed on the right path, while you are on the right path. Dear respected brothers and sisters in Islam, I am not out of my subject. I'm still in the heart of my subject. Because if you don't see that you are the master of the house, whether you are a male or female, if you feel you're not the master of the house and you will be charged by Allah, what did you do with your family? Did you implement the Islam or not? If you don't feel that, so don't be surprised if Allah will get you next time. If this warning is not working with you, maybe the next time it will be no warning. It will be a surprise. As people of Atlantic City, New Jersey, especially Bergen team, they were surprised. They said every time we hear, the hurricanes come. That's like every time now. Exactly like what happened to people of Hayat. They thought that dark cloud is full of water for them because they were suffering from no water in the country or on their land. They didn't know that that dark cloud was full of punishment. Was the minute which Allah recorded 50,000 years before creation to be the minute of termination of people of Ad. Do you want to be terminated? Or you want to die peacefully? أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمته الملك القدير الجليل الحي القيوم الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مجري التحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب رب الأولين ورب الآخرين ورب محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمته أن يغتال المسلم من تحته. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم ضمد جراح المكلومين. اللهم ضمد جراح المكلومين. اللهم احسن ختام الكافرين. اللهم ادخلهم في دينك. اللهم ردهم اليك ردا حميدا. اللهم بصرهم بقوتك. اللهم بصرهم بقوتك. اللهم ردهم اليك ردا جميلا حميدا. وسائر المسلمين الغافلين الذين لا يرتدعون عن شيء فعلوه ولا يستغفرون رب العالمين عما ارتكبوه وما جنته ايديهم وما جنته السنتهم وما جنته افعالهم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم يا سميع الدعاء يا قابل الرجاء ارفع دعانا وتقبل رجانا واغفر لموتانا وارحمهم وادخلهم الجنة واغفر ذنوبهم
واستر عيوبهم، اللهم استرنا في الدنيا، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله أعلم بما تصنعون.